ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. سأتابع معكم حل تمارين ذكاء غراب، درس ذكاء غراب. كنا قد أنهينا الدرس من كتاب القراءة والأسئلة كاملة. اليوم سنبدأ في كتاب التمارين الصف الثالث، المادة لغة عربية، المعلمة ثناء رحمة. حل تمارين درس ذكاء غراب، كتاب التمارين، الصفحات 47 48 49. السؤال الأول، أقرأ الجملة ثم أرتبها بحسب تسلسل الأحداث. الجمل: أصل بها إلى الماء، أخذ يدور حول المكان فاقترب منها، وفيما هو على هذه الحالة رأى حجارة صغيرة باحثا عن وسيلة ما. ما العمل؟ سوف أجد طريقة. وأخذ واحدا بمنقاره ورماه في الجرة فارتفع الماء قليلا. الآن سنرتب هذه الجمل بحسب تسلسل الأحداث في القصة. سوف أجد طريقة أصل بها إلى الماء. ما العمل؟ أخذ يدور حول المكان باحثا عن وسيلة ما، وفيما هو على هذه الحال رأى حجارة صغيرة فاقترب منها وأخذ واحدا بمنقاره ورماه في الجرة فارتفع الماء قليلا. نثبت الإجابة على الأسطر في أسفل الصفحة. إذن أقرأ الجملة وأرتبها بحسب تسلسل الأحداث: أصل بها إلى الماء، أخذ يدور حول المكان فاقترب منها، وفيما هو على هذه الحال رأى حجارة صغيرة باحثا عن وسيلة ما. ما العمل؟ سوف أجد طريقة. وأخذ واحدا بمنقاره ورماه في الجرة فارتفع الماء قليلا. نضع الإجابة على الأسطر في أسفل الصفحة. سوف أجد طريقة أصل بها إلى الماء. ما العمل؟ أخذ يدور حول المكان باحثا عن وسيلة ما، وفيما هو على هذه الحال رأى حجارة صغيرة فاقترب منها وأخذ واحدا بمنقاره ورماه في الجرة فارتفع الماء قليلا. هذا هو السؤال الأول في الصفحة 47. الآن السؤال الثاني، أكمل المعنى بحسب التسلسل الزمني: سوف، وفيما، ووصل. ماذا قال الغراب في بداية النص؟ سوف أجد طريقة أصل بها إلى الماء. سوف أجد طريقة أصل بها إلى الماء. وفيما، وفيما هو على هذه الحالة. إذن بداية سوف أجد طريقة أصل بها إلى الماء، وفيما هو على هذه الحالة، ووصل إلى الماء. في نهاية القصة وصل الغراب إلى الماء. بعد أن وقع الغراب في مشكلة، كان عطشا جدا ولم يجد في البيئة التي يوجد فيها أي ماء، وجد جرة في قعرها قليل من الماء، أخذ يرمي الحجارة في الجرة حتى وصل إلى الماء. الآن السؤال الثالث، أقرأ الكلمات وأعيد ترتيبها لأكون جملة تامة المعنى: حاول أن، ولكنه، يصل، يقدر، لطول، إلى الماء، عنقها، منقاره. نريد أن نرتب هذه الكلمات لنحصل على جملة تامة المعنى: حاول أن، ولكنه، يصل، يقدر، لطول، إلى الماء، عنقها، منقاره. ولقصر: حاول أن يصل ولكنه لم يقدر، لطول عنقها ولقصر منقاره. حاول أن يصل ولكنه لم يقدر، لطول عنقها ولقصر منقاره. الآن
الكلمات صمم المكان يترك حتى الجرة على ألا يشرب من تلك. نريد ترتيب هذه الكلمات لنحصل على جملة تامة المعنى. صمم المكان يترك حتى الجرة على ألا يشرب من تلك. صمم على ألا يترك المكان حتى يشرب من تلك الجرة. صمم على ألا يترك المكان حتى يشرب من تلك الجرة. هذا هو حل السؤال الثالث. أقرأ الكلمات وأعيد ترتيبها لأكون جمل تامة المعنى. حاول أن ولكنه يصل يقدر لطولي إلى الماء عنقها من قاره ولقصر. حاول أن يصل ولكنه لم يقدر لطول عنقها ولقصر من قاره. الجملة الثانية، الكلمات صمم المكان يترك حتى الجرة على ألا يشرب من تلك. الترتيب صمم على ألا يترك المكان حتى يشرب من تلك الجرة. الآن السؤال الرابع، أملأ الفراغ بالأحرف التي تناسب المعنى. الأحرف و، ف، عن، في، من، لي. هذه الأحرف أحرف جر وأحرف عطف. عطش غراب وأراد الشرب و، فأخذ يبحث عن، حرف جر. عطش غراب وأراد الشرب فأخذ يبحث عن ماء. بعد حرف الجر الاسم يكون مكسور. عطش غراب وأراد الشرب فأخذ يبحث عن ماء. في كل، في حرف جر. ما جاوره من الجهات ولم يجد إلا جرة في قعرها قليل من الماء. حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر لقصر من قاره. عطش غراب وأراد الشرب فأخذ يبحث عن ماء في كل مكان، في كل ما جاوره من الجهات ولم يجد إلا جرة في قعرها قليل من الماء. حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر لقصر من قاره. هذا هو حل السؤال الرابع. الآن السؤال الخامس، أكمل الجمل التالية مستعينا بالنص أولا ثم بتعبير حر ثانيا. في البداية سنستعين بالنص ومن ثم بتعبير حر. حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر. هذه الجملة من النص، حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر. الآن بتعبير من عندنا، حاول أن يصل إليه ولكنه كان بعيدا. إذن بداية نأخذ نستعين بالنص، وفي الجملة الثانية تعبير حر. حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر. حاول أن يصل إليه ولكنه كان بعيدا. الآن وصمم على ألا، الآن الجملة من النص، تكملت الجملة من النص. وصمم على ألا يترك المكان. وصمم على ألا يترك المكان. تعبير من عندنا، وصمم على ألا يرسب في الامتحان. وصمم على ألا يترك المكان من النص. تعبير آخر، وصمم على ألا يرسب في الامتحان. الآن أخذ يدور حول المكان. أخذ يدور حول المكان من النص. أخذ يدور حول البيت باحثا عن قطته. هذا تعبير آخر، أخذ يدور حول البيت باحثا عن قطته. حاول أن يصل إليه ولكنه لم يقدر. حاول أن يصل إليه ولكنه كان بعيدا. وصمم على ألا يترك المكان. وصمم على ألا يرسب في الامتحان. أخذ يدور حول المكان.
أخذ يدور حول البيت باحثاً عن قطته. الآن السؤال السادس، استخرج من النص مرادفات التعابير التي تحتها خط ثم استعملها في جمل مفيدة. سوف أجد وسيلة أصل بها إلى الماء. نريد معنى وسيلة وثم نضع المعنى في جملة ثانية. وسيلة طريقة، معنى وسيلة طريقة. سوف أجد وسيلة أصل بها إلى الماء. الآن نريد أن نضع كلمة طريقة في جملة ثانية. سوف أجد طريقة أنجح بها في الامتحان. سوف أجد وسيلة أصل بها إلى الماء، معنى وسيلة طريقة. جملة على طريقة، سوف أجد طريقة أنجح بها في الامتحان. وفيما هو هكذا رأى حجارة صغيرة، معنى هو هكذا. وفيما هو على هذه الحال رأى حجارة صغيرة. الآن نريد أن نضع على هذه الحال في جملة ثانية. وفيما هو على هذه الحال رسب في صفه. بالتأكيد كان لا يدرس جيدا فرسب في صفه. وفيما هو هكذا رأى حجارة صغيرة، معنى هو هكذا على هذه الحال. سنضع على هذه الحال في جملة ثانية. وفيما هو على هذه الحال رسب في صفه. انظروا هنا، يريد أن يجد طريقة ينجح بها في الامتحان. الآن كان لا يدرس، وفيما هو على هذه الحال رسب في صفه. فمشى صوبها وأخذ واحدا بمنقاره. ما معنى مشى صوبها؟ اقترب منها. مشى صوبها، اقترب منها، وأخذ واحدا بمنقاره. اقترب منها وأخذ كتابا بيده. معنى مشى صوبها، اقترب منها. اقترب منها وأخذ كتابا بيده. فعل الماء قليلا، معنى على فعل ارتفع. نريد جملة ثانية. ارتفع العلم عاليا. فعل الماء قليلا، معنى على ارتفع. نريد جملة على ارتفع. ارتفع العلم عاليا. وسيلة طريقة، هو هكذا على هذه الحال. فمشى صوبها، اقترب منها، فعل ارتفع. ووضعنا هذه الكلمات في جمل ثانية. قوي حماسه فعاد بسرعة وجاء بغيره. معنى قوي حماسه، ازداد حماسه فدرس أكثر ونجح في صفه. إذن هذا التلميذ يختلف عن هذا التلميذ. وفيما هو على هذه الحال رسب في صفه. الآن ازداد حماسه فدرس أكثر ونجح في صفه. قوي حماسه معناها ازداد. قوي ازداد. ازداد حماسه فدرس أكثر ونجح في صفه. هذا هو السؤال السادس. الآن السؤال السابع، أقرأ الجمل ثم أطرح السؤال عما تحته خط. ازداد، أراد الغراب الشرب. كلمة الشرب هي التي يجب أن تكون الجواب. أراد الغراب الشرب. ما هو السؤال الذي نطرحه ليكون الجواب هو الشرب؟ ماذا أراد الغراب؟ ماذا أراد الغراب؟ الكثير من الطلاب في الامتحان بعد أن يكتب ماذا أراد الغراب يضع كلمة الشرب، يصبح الجواب كاملا خطأ. فقط تكتب ماذا أراد الغراب؟ أراد الغراب الشرب. نريد سؤال، أقرأ الجمل ثم أطرح السؤال عما تحته خط. أراد الغراب الشرب، نريد سؤال لكلمة الشرب. ماذا أراد الغراب؟ الجملة الثانية، يبحث الغراب عن ماء في كل الجهات. الجواب يجب أن يكون عن ماء. يبحث الغراب عن ماء في كل الجهات. إذن السؤال، عن ماذا يبحث الغراب في كل مكان؟ عن ماء. عن ماذا يبحث؟ عن ماء. وجد جرة في قعرها قليل من الماء.
الجواب يجب أن يكون قليل من الماء. وجد جرة في قعرها قليل من الماء. ماذا وجد في قعر الجرة؟ قليل من الماء. فقط نكتب السؤال، ماذا وجد في قعر الجرة؟ أخذ يدور حول المكان. الجواب يجب أن يكون حول المكان. أين أخذ يدور؟ حول المكان. أين أخذ يدور هو السؤال، نحن نريد سؤال، أن نطرح سؤال. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع باقي التمارين في حصة ثانية.